تمام. يمكن حضرتك بتقول انك هتقعد مع المدير الفني، بدأ يبقى في كلام بدأ يتقال انه المجلس اللي جاي عنده حالة من عدم الرضا على مستر اوسوريو، الكلام بدأ يتقال انه ممكن الراجل يبقى، بدأ يتقال شائعات ان ممكن مستر كارتيرون يرجع، ان مستر كارتيرون يرجع، خصوصا ان هو كان ليه تجربة جيدة في فترة اللجنة اللي كنت حضرتك جزء منها طبعا كابتن حسين لبيب. شايف الكلام ده صحته ايه من عدم؟ بص انا عشان احكم على الراجل والناس تقول لك انا احنا اول ما هنيجي همشيه، امشيه ازاي وهو اصلا الراجل مش عايز اقول مظلوم، لا ما فيش حاجه اسمها مظلوم، في حاجه اسمها انت ما وفرتليش عناصر النجاح. هو الراجل لما جه اشتغل طلب تدعيمات في مراكز معينه، هل احنا وفرنا له الطلبات دي؟ ما اعتقدش، او ما حصلش بمعنى اصح. فهو اوريدي ظروفه انا ما اقدرش احكم عليه، وفي الظروف الحاليه دلوقتي اللي هو فيها، لان الظروف بتاعته هو واللاعبين غير مستقر على الاطلاق، فما اقدرش اطالبه بنتائج. لازم اوفر له الاول عناصر النجاح عشان ابتدي احاسبه. هو طالب حاجه كمدير فني، هو عايز تدعيمات. طيب عم انت عايز تدعيمات في ايه؟ 1 2 3. طب اتفضل ادي 1 2 3. اللعيب عايز ايه؟ عايز 1 2. وفرت لك 1 2 اللي انت ايه محتاجهم. ادي عملت الاستقرار بتاع الجهاز الفني، وعملت الاستقرار بتاع اللعيبه. خدوا بقى فرصتكم وتعالوا. لحاسبكم بقى بعد ايه؟ اوفر لك الاول عناصر وسبل النجاح اللي انا اقدر بعد كده احاسبك، عشان لما احاسبه يبقى حسابي منطقي ومعقول. ما ينفعش ان انا في الظروف اللي هو فيها دلوقتي واجي اقول له تعالى انا عايز نتائج، هيقول لي النتائج ايه؟ ابسط حاجه كمدير فني هيقول لي النتائج ايه؟ ما انا طلبت منك فلان وفلان وفلان في المراكز اللي ناقصاني وانت ما دعمتنيش، فانت بتحاسبني على ايه؟ فانا هعتبر ساعتها مشارك معاه في الايه؟ في المستوى اللي هو فيه ده. فيعني اعتقد الكلام ده مش مظبوط.